نشوفوا رأي الأم اليوم. معنا نجلة أم تونسية بالحق، وعندك بنتك الصغيرة. هل ترضى معناها بنتك تعطيها لشكون توا يعرس بها مثلا في عمر 14 سنة ولا 16 سنة؟ ترى بيان سور لي، معناها طفلة صغيرة معناها يلزمها لعبة هي تلعب بها، كما قالت حنان نعطيها لعبة تلعب بها مش نعطيها راجل. حاجة أخرى في العمر هذاك هي لا تعرف لا الحقوق ولا الواجبات، وكي باش نحكيو على المساواة من القاصرات للقاصرات كيفاش نحكيو على خالي 14 سنة راجل ينجم يعرس ما ينجمش يعرس توا 16 سنة احنا نحكيو على توا نحكيوش على قبل. انا كأم ما نرضاش نعطي بنتي 15 سنة الراجل اصبر قداش عمره وكي تبدا سامحني البنية عندها صاحبها بلاي سامحني خليني نحكيو جينيراسيون قبل وجينيراسيون توا. قبل الاجداد 14 سنة يعطيها بوها قبل، خلي معناك توا يا فيصل راهم بنات توا فايقين، تاش معناها فايقين؟ معناتها راهي تلعب بيا وتلعب بمراه عمرها 40 سنة. سامحني أما توا تقرا بل ما تقراش توا تقرا هي. نكمل عادي. شنو خلي نكمل كلام أسامة. أساور لحظة، إي أنت أعطيت كلمة. ما عطيتش رأي. نحب به لحظة، لحظة. توا تعيش قصة حب مع لحظة هي تعيش قصة حبهم بتجي انا وقتها ليه بنتي ما تاخذش لحظة تفاعلوا مع بعضكم اما من غير عرك مانيش عارك نحكي اي تفضلي انا نحب نقول توا كيما اساور قالت قبل هذاك في قبل مماتي والكل يعطيه وهما صغار توا مش تقول توا فايقين مش فايقه معناها باش تاخذ راجل ولا بصاحب واحد ولا 15 باش تعرس مازالت تقرا مازالت قدامها مستقبل ديما ديما الام في مخها اللي بنتها مازالت تقرا واللي بنتها وما تعرفش يا اساور 15 سنه اما سامحني في مخها ما هيش قاصر انت في مخها انت تبيد نفساني يا اخي عايشه معاها انت شوف انا نشوف فيهم صغيرات شوف شوف فيهم لا لا سامحني انا قريب فيهم انا جيل لا لا تجي الأمة تقولها أنا توا مثلا زميلي ولا ما نعرفش شكون باش ناخذوا الأمة تقولها لا بيان سي سامحني شو عمرها الطفلة هي لحظة شو عمرها الطفلة هي باش تمشي تعرس الطفلة وقتها لحظة الطفلة وقتها ماهيش مهيئة للعرس ما تعرفش حتى شنو معناها عرس ما تعرفش حتى شنو معناها راجل ما تعرفش حتى كيف تاخذ حقها ما تعرفش حتى شنو كيفاش باش لا تعرف لا واجبات ولا حقوق